السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، كنرحب بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نحاولوا إن شاء الله نعطيكم واحد ديسير رائع إن شاء الله. غادي نشوفوا المقادير ديالنا أشنو غادي خصنا. أول حاجة غادي تخصنا هي الشوكولا، لايكا كريم ديال ميشوك، شوكولا رائعة بالمذاق ديالها. عندنا لاكريم فريش، لاكريم فريش عندنا تقريبا واحد 300 غرام ديال الكريم فريش، 300 غرام. عندنا كيسان غنديروها في هذا الكيسان بهذا الشكل، او الكيسان اللي عندنا اللي بغينا. عندنا اللوز فيلي، عندنا لامايزينا، لامايزينا عندنا تقريبا واحد 60 غرام ديال لامايزينا. اول حاجه غادي نعملوها ان شاء الله غادي ناخذوا الحليب ديالنا هو نديرو هنا، او الكريم ديالنا، لا كريم ديالنا، لا كريم فريش. اللي بغى يدير حليب يدير حليب، ماشي مشكل، كلشي جائز. نقدروا نديروا حليب، نقدروا نديروا لا كريم فريش، غير لا كريم فريش كتجي احسن والد. هنا درنا لا كريم فريش، اللي بغى يدير الحليب يدير الحليب. غادي ناخذوا لا مايزينا ديالنا نديروها ها هي، وهنا غادي ناخذوا واحد ملعقه او جوج ملاعق كبار ديال الكريمه طازجه ديالنا الشوكولا ديال لايكا كريم، اللي هي شوكولا بنوازيت اللي كتجي زوينه ان شاء الله. ها هي، وغادي نديو فوق البوطه جوج معالق كبار باش المذاق يكون قوي. المقادير ديالنا تاين دمجو مع بعضياتهم، كريم فريش زائد لا مايزينا زائد شوكولا ديال لايكا كريم، باش ما كطيب كتاخد اللون ديالها. الكريم ديالنا هو درجة الغليان، كنطفيو عليه. غادي نديرو الديسير ديالنا وندخلوه للثلاجة باش يبرد، كيشد راسو، كيجي شاد راسو مزيان ملي يبرد. هذا ديسير رائع، كيجي زوين. ها الشكل ديال دانيت تقريبا. الكو ديال النوازيت ديال الشوكولا ديال ميشوك ديال لايكا كريم كيجي رائع رائع رائع. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الديسير ديالنا الرائع اللي صوبنا لكم اليوم، اللي كيجي اروع ديسير يمكن لك تاكلو بفضل هذه الشوكولا الرائعه لايكا كريم ديال ميشوك. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.